ما في العراق ما هي البيعة؟ الرمادي والأنبار والموصل هؤلاء جاءوا بطواعية وبايعوا الرجل. الناس في سوريا تبايع، في حلب وإدلب بايعوا الرجل. هذه مصطلحات في غير محلها، استخدام مصطلح البيعة، استخدام مصطلح وليت عليكم، استخدام عبارة الخلافة الإسلامية، كل هذه المصطلحات التي يتداولونها أو يتداولها الناس على ألسنتهم لا علاقة لها بالواقع المعاش، لا علاقة لها بما يدعون تطبيقه عليه. وهذا ما أشرت إليه وأكرر، الوعي قبل السعي. فقد هؤلاء الوعي، هؤلاء يتحركون بجهل، وبالتالي ما يخطئون فيه أكثر بكثير مما يصيبون، لذلك يسقطون في الكثير من المخالفات الشرعية، وهم يتصورون أنهم يحسنون صنعا، فهم من الأخسرين أعمالا. أعمالهم هذه كلها يعني غير صحيحة، لا علاقة لها بصحيح الإسلام. طيب، في حضرتك سؤال تاني بيقول يعني مين اللي له حق الإفتاء؟ يعني بتنطبق شرفه على مين؟ وهل كل واحد اتخرج من جامعة الأزهر له الحق ان هو يقول فتوى؟ خاصة يعني الفتاوى دي يعني مش بتوصل لكل الناس، عموم الناس في القرى والأقاليم والكلام ده، هو مش بيقدر يوصل لدرجة الفتوى، هو مش بتوصل له. حاضر، انا بس حضرني بيت من الشعر في المسألة اللي كان بيتكلم فيها الأستاذ وائل. الأستاذ محمد بيقول فيه أحد شعراء الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد. الناس بيسموا نفسهم خليفة المسلمين دلوقتي وشيخ الإسلام والبيعة، هذه في الحقيقة أبلاء، يعني ألقاب مملكة في غير موضعها، وهو فعلا كالهر، كالقط الصغير الذي يتصور نفسه أسد. هو الكثير من المشكلة أن الكثير من الكتب تستند إلى أحاديث موجودة في البخاري ومسلم، يعني المعضلة يعني كيف تحلون هذه المعضلة؟ الأحاديث موجودة في البخاري ومسلم، وكل الناس يستطيع أن يحوز نسخة منهما في بيته. لكن القضية هي آليات التعامل مع النص، التأهيل للتعامل مع النص. من الذي يستطيع أن يتعامل مع النص القرآني أو النص النبوي، وأن يستخرج من النص القرآني والنص النبوي الأحكام والقواعد بناء على الآليات الصحيحة؟ من الذي يستطيع؟ هو الشخص المؤهل. وأنا أتعجب غاية العجب، إذا كانت عندنا قطعة من الأرض ويريد الناس أن يقيموا عليها سكنا يحضرون مهندسا، إذا كان أحدنا مريض يذهب إلى طبيب، لكن رغم خطورة الدين ورغم أنه يتعلق بالجنة والنار، يتساهل الناس في أمره وقد يلجؤون إلى غير متخصص، وهذا من العجب العجاب. داعش جاذب، يعني في شاب مصري من هليوبلس، من مصر، من شباب مصر. كنت في زيارة شرق آسيا وسمعت أن بعض الشباب أيضا تأثروا بهذا. يعني خطاب داعش جاذب بالنسبة لهم ومقنع بالنسبة لهم. نعم. ويقاتلون ويبيعون. لو حضرتك بتتكلم في إطار الأسباب التي أدت إلى انجذاب بعض الشباب إلى هذا الفكر المتشدد المتطرف، ممكن أقول لحضرتك. ولو حضرتك بتتكلم عن كيف نجابه ونواجه لانجذاب هذا المحدود على فكرة والقليل، يعني في مصر يعني هناك من الأسباب قلة الوعي، هناك من يرجع ذلك إلى القمع الشديد وإلى فشل الديمقراطية، فبالتالي شباب الإخوان أو شباب السلف وجدوا أن السبيل هو داعش. طيب أوروبا، الحقيقة أنه حتى في مصر أنا لم أقف حتى اليوم على إحصائية يعني تحمل نتائج أنه المنجذبين لهذا الفكر المتشدد عددهم كبير حتى الآن. صحيح نحن نرفض هذا الفكر، ونحن بكل قوة نقف بكل ما أوتينا أمام انتشاره، لكن بسبب إنه الطبع العام الموجود في المجتمع المصري في الحقيقة في فطرة المصريين يرفض التطرف، فعدد المنجذبين إلى مثل هذا التيار ليس كبيرا حتى الآن. وإلا لو في حد عنده إحصائيات بتقول إنه الأرقام كبيرة يطلعنا عليها. الراجل عنده ألف المقاتلين، يعني
عشرات الالاف من المقاتلين من جميع انحاء العالم ليسوا من ليست نسبه كبيره من المصريين، وان كنا نرفض حتى ان يشارك مصري واحد او مسلم واحد في دائره بهذا الشكل، لانه هذا فكر مرفوض. طيب هناك من يرى ان الاسلام يعني والشريعه الاسلاميه وان تتعارض مع ما يسمى الدوله المدنيه الحديثه، يعني مثال انه اذا قتل مصر والذي عليه الفتوى انه الناس هنا سواء امامنا وامام الشرع الشريف وامام القضاء الناس سواء، وانه الدماء لها العصمه، وانه لا يجوز اراقه الدم. مين في مصر هو محصور وواضح جدا. عندنا دار الإفتاء المصرية، وهي المؤسسة المعنية بإبداء رأي الشرع الشريف في القضايا وفي المسائل، سواء التي تتعلق بالأفراد أو المؤسسات أو الهيئات. وعندنا المرجعية الكبرى في مصر في الشأن الديني الإسلامي هي مؤسسة الأزهر الشريف العامر، نسأل الله أن يحفظهم. والأزهر الشريف كمؤسسة كبرى له عدة أدوات، من هذه الأدوات أداة تسمى مجمع البحوث الإسلامية. ومجمع البحوث الإسلامية عنده أو يضم مجموعة من العلماء المتخصصين، وعنده ما يسمى بلجان الوعظ والإفتاء، وهي أيضا منتشرة في الجمهورية. ما في محافظة من المحافظات إلا وفيها لجنة من اللجان التابعة لمجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، وفيها مجموعة من المتخصصين. ودار الإفتاء المصرية بصفتها مؤسسة متخصصة أيضا في مقرها الرئيسي بالقاهرة أو في مقرها الإقليمي في أسيوط أو مقرها في الإقليم القبلي أو مقرها الإقليمي في الأسكندرية في الإقليم البحري، تمارس نفس الدور. علم له أدواته وآلياته ومؤهلاته ومراحله التي ينبغي أن يمر بها دارسه لكي يجاز فيه ويستطيع أن يقدم الفتاوى أو يقدم الخطابة أو إلى آخر. التدين ظاهرة، وهي تأثر الشخص بهذا الدين، والتدين ليس قاصرا على علماء الدين بل التدين لكل الناس. العجيب أن الذي تظهر عليه أمارات التدين غالبا في مجتمعنا بعض الناس لتدينه، برغم من أنه ليس عالما وأنه غير متخصص، لتدينه قد يلجؤون إليه ويسألونه، وهو لعدم وعيه ولعدم معرفته يتجاسر ويتجرأ ويفتي ويكلم الناس فيما لا معرفة له به. وهذا من الظواهر الخطيرة، ونحن أيضا نسعى لمجابهة هذه الظاهرة، نسعى لتعميق فهم ووعي المجتمع. هذا من الملفات المهمة والتي أولاها فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، أولاها عناية خاصة. ففور أن وردت إلينا أنباء من خلال تعاملنا مع الشباب، من خلال ما يأتينا من فتاوى، من خلال بعض المراصد التي ترصد واقع المجتمع، فور أن وردنا أن هذه الظاهرة بدأت تطفو على السطح، بدأت تجذب انتباه الشباب. فورا أصدر فضيلته قرارا بأن يكون هناك مركز أبحاث متخصص في أمور الإلحاد في دار الإفتاء المصري. لا، التعامل الشرعي كيف نتعامل؟ هذا تعامل شرعي. الظواهر ينبغي حتى تستطيع التعامل معها أن تدرسها وأن تقف على تفاصيلها وبواعثها وأسبابها وواقعها. هذا مهم جدا. الفارق الكبير بين المجتمعات التي تسعى إلى التقدم وبين المجتمعات التي تدور في فلك أو في حلقات مفرغة هو أن المجتمعات التي تسعى إلى التقدم تأخذ بالأسباب، وقبل أن تقدم على أي تصرف تبادر بدراسته دراسة متأنية حتى يكون التصرف على بينة، وهذا ما نسعى إليه ونقوم به. أصدر فضيلته قرارا وأنشأ مركزا للدراسات المتخصصة في شؤون الإلحاد. أيضا قرر أن يكون هناك مرصد يتابع ما يتعلق بهذه الظاهرة.
أيضا درب مجموعة من الباحثين المتخصصين في دار الإفتاء المصرية، دربهم على يد كبار العلماء كيف يتعاملون مع الملحدين، لما يقتنع الملحد كيف يتكلمون معهم، كيف يستمعون إليهم، كيف ينصتون إلى أفكارهم من غير غضب ولا غلظة ولا عنف ولا تجهم، كيف يعني يحرصون مع هذا الشخص عندما يجلسون معه، كيف يحرصون على أن ينقلوه من هذه الدائرة المرتبكة إلى دائرة صحيح الإسلام مرة أخرى، بصبر بتفهم بتواصل قد يدوم أسبوع وشهر وشهرين وثلاثة، وقد تكون جلسة واثنتين وثلاثة وأربعة وعشرة وهكذا. إذن فنحن أخذنا بالأسباب، نحن نسير على الطريق، نحن نتعامل بالفعل مع الشباب. إن لم يقتنع الملحد أصر على أفكاره وهو أعلم ارتداده معلوم عن الإسلام. حكم الشرعي معلوم أن القرآن الكريم سجل في آية من آياته، بل من عظيم وبديع آياته، مبدأ رصينا قويا واضحا غاية الوضوح. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فالذي يختار أن يخرج عن دائرتنا هذه ويختار لنفسه دائرة أخرى له ذلك، فليتصرف كيف شاء. المهم ألا يفسد علينا واقعنا، ألا يؤذينا كمجتمع، ألا يعني يتعصب لأفكاره هذه التي ينتمي إليها. لكن هو حر ما لم يضر، هو حر في معتقده وفي تصرفه ما لم يضر مجتمعه، ما لم يضر أمته، ما لم يضر وطنه، وهكذا. لا يسفك دم. من قال هذا؟ لا يسفك دم. بالنسبة معلش ندخل في موضوع التهنئة. الحقيقة إنه هذا الكلام، أولا أريد أن أؤكد أنه هذا الكلام قديم وليس جديد، وأنه للأسف الشديد، وهذا من السلبيات التي نعانيها في مجتمعاتنا، أنه نفس الأمر في نفس الموسم من كل عام يتكرر السؤال عنه. الأصل إنه القضايا التي تطرح وتدرس وتناقش في الأروقة المتخصصة ويجاب عنها، إذا تكرر محلها تنطبق عليه من غيره. طيب الحقيقة إنه أعرض على حضرتك الجديد في الأمر. أنا بس هقول يعني قصة قصيرة متعلقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده في المدينة المنورة يوما، وجاءه وفد نصارى نجران. وفد نصارى نجران وسمح لهم بالصلاة، واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ولما حان وقت صلاتهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم وأدوا صلاتهم في مسجده صلى الله عليه وسلم. ليس هناك نموذج مشرف يظهر حقيقة الإسلام أكثر من هذا. هو المشكلة المعضلة إنه يعني أمام آيات البر والإحسان هناك آيات أخرى تناقضها، وهناك من غير صحيح. طب هذا استنادا إلى علم النسخ والمنسوخ. هذا الكلام علميا غير منضبط، غير صحيح وغير منضبط. يعني ده مش موجود، الكلام مش موجود. غير صحيح وغير منضبط. يعني التوبة لم تنسخ آيات. جوابنا عن هذا المبدأ الذي يستند إليه لإيذاء غير المسلمين وعدم برهم وعدم الإحسان إليهم، في حين أنهم يعني مسالمون، ليسوا حربيين، ليسوا متجاسرين على الأمة الإسلامية، وليسوا من يحملون مثلا والعياذ بالله مبدأ العنف ضد الإسلام والمسلمين. هؤلاء السلميون البراء المسالمون أبدا لا يجوز إيذاؤهم، ولا يجوز الاعتداء عليهم، ولا يجوز قتالهم، ولا يجوز منعهم من ممارسة شعائرهم، ولا يجوز التعرض لمعتقداتهم بسوء. هم وما يريدون، هم وما هم عليه. هذا المبدأ العظيم الرصين الكريم الذي أقره القرآن وأقره نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتبدل أو يتغير بسبب سوء فهم فلان أو علان. الإسلام لا يقر الاعتداء على غير المسلمين المسالمين الذين يجاوروننا ويساكنوننا ويعملون معنا
شركاؤنا أهلنا هؤلاء. هل ترى أن المشكلة يعني تأتي من علمك النسخ والمنسوخ فعلا؟ يعني ناس تتمسك بأي ناس؟ المشكلة ليست في العلم، المشكلة في عقليات لا تستطيع التعامل مع العلم بطريقة صحيحة. يعني علم النسخ والمنسوخ علم صحيح، ما فيش أي مشكلة. هذا يعني باب من أبواب علوم القرآن في كل مصنفات، في علوم القرآن، في الإتقان، في علوم القرآن، في البرهان، في علوم القرآن. لكن من الذي يستطيع أن يتعامل مع النصوص؟ وقد سبق وقلنا مرة واثنتين ونكرر، الوعي سبيل لتصحيح السعي.